السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في الدرس الجديد. الدرس غادي يكون عبارة عن تمرين على العناصر الوهمية اللي فايتنا شفنا في الدروس السابقة اللي هما الافتر والبيفور. ولكن قبل ما نبداو التمرين ديالنا غادي نقول لكم واحد الملاحظة اللي نسيتها في الدرس السابق، هو ان العناصر الوهمية اللي هما الافتر والبيفور عبارة عن عناصر اللاي، وحنا فايتنا شفنا الخاصية اللي سميتها الديسبلاي، وقلنا انك كتحول العناصر ديالك من الاين لبلوك او الاين بلوك، وقلنا ان الاين ما كيشدش لك البادجينغ من الفوق ومن التحت، وما كيشدش لك المارجين من الفوق ومن التحت، وما تيشدش الويد والهايت. يعني انه الا بغيتي تتعامل مع واحد العناصر اللي هما افتر وبيفور، وبغيتي انك تعطيها واحد الويد والهايت معين، او تعطيها واحد المارجين، او انك تعطيها واحد البادجينغ معين، ضروري انك تحولها من الاين لاين للعناصر بلوك او اين لاين بلوك. يعني هذه هي الملاحظه اللي نسيت في الدرس السابق، وكنتمنى انكم فهمتوه. اما بالنسبه للتمرين ديالنا فهو كالتالي، هو عباره حنايا عندنا واحد تكست معين. يعني انا شنو بغيتك دير، انا قبل ما نبداو التمرين ديالنا غادي نشرح لك التمرين، وكنتمنى انك تخدمه بوحدك عاد ديك الساعه جي تفرج في الفيديو. يعني عباره عن واحد تكست، وبغيتك انايا عن طريق العناصر الوهميه اللي هما الافتر اور بيفور تجي ليه واحد اللاين من فوق منه كما كنلاحظوا هنايا، وواحد اللاين من تحت منه، وغتخدم الملاحظه اللي فيت لي شرحت في الاول تاع الدرس، اللي هي عباره عن انك تحول العناصر الاين لاين لعناصر بلوك او اين لاين بلوك. ونبداو التمرين ديالنا. حنايا هنا شنو عندنا؟ عندنا واحد اتش 1، وهاد اتش 1 فيه واحد ثلاثه ديال الكلمات، غادي يمشيو للسي اس اس ديالنا وغادي نعطيو بعض الخصائص. حنايا كنعرفوا ان الاتش 1 عباره عن عنصر بلوك، يعني غادي نقول ليه الاتش 1 ديالي مثلا، غادي نقول ليه الويت ديالو مثلا 70%، وغادي نقول ليه مثلا المارجين من الفوق ومن التحت زيرو، ومن اليمين واليسار اوتو، يعني باش انه يجي في الوسط من اليمين واليسار، وهادشي راه فايت لنا شرحناه. غادي نقول ليه الفونت فاميلي مثلا ديالو، غادي نقول ليه مثلا فرانكلين، غادي نجي سيف. نمشيو نلاحظوا لا اتش 1 ديالنا واش غادي يشد الخصائص ديالنا ولا غادي يكون فيه شي مشكل. ها انتم كما غتلاحظوا، غادي نقول ليه مثلا تيكست الاين ديال هذا التيكست هذا عباره عن سنتر، وغادي نجي سيف. غتلاحظوا ان الاتش 1 ديالي غادي يجي في الوسط. هنايا غادي تبدا الخدمه ديالنا بالعناصر الوهميه، وراه سهله وبزاف. غادي نجيرو جوج ديال النقاط، جوج ديال النقاط لبي 4. انتما غادي نبداو بالبي 4. قلنا اشنا هي اهم خاصيه في البي 4؟ اللي هي الكونتنت. علاش قلنا؟ حيت العناصر الوهميه ما عندهاش واحد المحتوى، يعني ضروري اننا نعطيوها واحد الكونتنت. يعني هنايا واخا ان الكونتنت يكون خاوي، يعني ضروري انك ما تكتب الخاصيه سميتها الكونتنت، ما كتبتيش هذه الخاصيه ما غاديش يبان. قلنا ان البي 4 والافتر عباره عن عناصر ال لاين، هنايا غادي نحولهم لبلوك، حيت غادي نعطيهم واحد الويت وهايت معين، وبغيتهم انا يجيو تحت منه وفوق منه، يعني يجيو فوق هاد التكست هذا وتحت منه. هنايا غادي نقول ليه مثلا واحد الويت، هاد الويت مثلا غادي نقول ليه هنايا 100%، وغادي نعطيه مثلا واحد الهايت باش انه يبان. شوف غادي نعطيه واحد الباك جراوند كالر مثلا، وغادي نعطيه واحد الباك جراوند مثلا بالجرين، وغادي ندير هنايا سيف. اجي نحولو هاد الجرين، غادي نديرو مثلا كريمزون باش يبان. شوفوا غادي نجي السيف، غتلاحظ انه البيفور ديالي ما كيبانش. علاش؟ حيت انت مازال ما عطيتيش واحد لايت، يعني دابا انت عطيتيه واحد الويت، غنوريكم شنو طاري هنايا، انت عطيتيه واحد الويت، يعني هو 100%، ولكن الهايت ديالو باقي زيرو بيكسل. يعني هنايا فاش غادي نمشي ندير انا واحد الهايت معين هنايا، غادي نقول لي مثلا واحد الهايت ديال مثلا 4 بيكسل، غادي نجي السيف، غتلاحظوا ان البيفور ديالي غادي يبان كما كتلاحظوا ان البيفور ديالي بان بنفس الخصائص اللي عطيتو. دابا شنو باقي لينا؟ اجي نحول اللون ديالو، ما عجبنيش هذا اللون، نجيو مثلا هذا اللي قريب للكحل. دابا شنو خاصنا باقي؟ خاصنا اننا نجيو لواحد المارجين بوطون، واجي تعلمنا كنكتبوا المارجين وكنكتبوا هنايا الدايركشن، ونقول مثلا واحد 10 بيكسل من التحت. دابا شنو خاصنا؟ خاصنا باقي السطر التحتاني اللي كاين تحت هذا التكست، هذاك باش غادي نديروه؟ غادي نديروه بالافتر، يعني غادي نهزو نفس هذه الخصائص هانتوما، وغادي نقول ليه هنايا افتر، وبما انه غادي يجي في التحت غادي نقول ليه هنايا مارجين توب. انتما غادي ندير السيف، تلاحظوا انه عندنا واحد الخط تحت من تيكست وفوق منه. شوفوا غادي نمشي عند هذا الافتر، غادي نغبر هذا الكونتنت هاجي ونجيو السيف، غتلاحظوا ان هاد الخصائص ما كيسواو التعب، يعني هاد الخصائص كاملين ما كيسواو والو بلا الخاصيه اللي سميتها الكونتنت. غادي نمشي لهنا وغادي ندير نفس العمليه، غادي نحيد الكونتنت، وغتلاحظوا ان البيفور ديالي غادي يغبر.
عندهم، ولكن بمجرد غادي نرد هذه الخاصيه، يعني علاش انا كنغبر وكنرد باش تعرفوا الاهميه ديال انك نسيتي الكونتنت. او واخا تكتب هنا 7000 خاصيه، نسيتي الخاصيه اللي سميتها الكونتنت، 7000 خاصيه كامله ما لهاش اش غيطرى ليها، غتضرب في الصفر. ولكن انك فاش غادي دير الكونتنت هنايا غتولي عندها واحد القيمه، وغادي انها تنفذ لك في البراوزر ديالك. وكان هذا هو التمرين ديالنا، وعباره عن تمرين بسيط وبزاف. وقلنا ان الملاحظه ديالنا اللي نسيناها في الدرس السابق، اللي هي ان الافتر اول بيفر عباره عن عناصر ان لاين، الى باش تعطيها واحد الويد والهايت معين والمارجن، يا اما حولها لان لاين او حولها لان لاين بلوك. وشفنا حتى اشنا هو الفرق اللي كاين بين البلوك والان لاين بلوك، وشفنا اشنا هو الفرق اللي كاين بين البلوك والان لاين. وكنتمنى انكم حققتوا اكبر استفاده من هذا التمرين، ونتلاقاو في الدرس واحد اخر ان شاء الله.